بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعمل كورنر للصوره في برنامج الانديزاين، الموضوع بسيط، ان انا هعمل سيلكت على اي صوره، وبعد كده هاجي هنا في الاوبجكت واختار كورنر اوبشن. كورنر اوبشن، خلي بالك مفيش هنا علامه. لما اجي هنا في كورنر اوبشن هختار شكل الكورنر، هبقى هنا الشكل اللي هو الحاد دوت، فاقول له مثلا انا عايز راوندد، تمام، بريفيو، بدأ يوري لي الشكل بعمل ازاي، اقدر اكبر في الرقم زي ما انا عايز. اوكي تمام. طيب هعلم على الصورة، هاجي هنا من الكورنر دوت وادوس وابدأ اسحب بالشكل دوت، فيبقى في الصورة فيها شكل كده جمالي لو انا عايز. تمام. طبعا مش هيبقى في الغلاف، هتبقى في صورة من الصور اللي جوه. طيب ممكن اجي برضو في الاوبجكت هنا واقول له كورنر اوبشن واختار شكل تاني وليكن مثلا دوت. تمام. لاحظ ان كلهم بيتغيروا في نفس الوقت في جميع النواحي. لو انا عايز واحدة بس هي اللي تتغير، هفصل ديت بحيث لما اغير بعد كده تتغير في واحدة متغيرش في الباقي. تمام. هقول له مثلا انا عايز ديت بالشكل دوت، يعكس الكيرف دوت الراوندد. ممكن اقول له بالشكل ده واصغر الرقم شوية. طبعا كل صورة بيبقى ليها ستايل معين، تمام، تنفع معايا، فبتبدأ تشوف ايه الشكل اللي ينفع معاك.